يعطيك العافية طلاب، معكم الأستاذ عبد الرحمن من منصة كويلتي مرسين. رح كون متابعكم لمادة الرياضيات هاي السنة للصف السادس بإذن الله. بداية رح نتعلم عن الدوال سيلار، ما هي الدوال سيلار، ما هي جميع أشكال الدوال سيلار، وكيف بنعدها وكيف بنكتبها باللغة التركية. بداية، ما هي الدوال سيلار؟ الدوال سيلار هي الأعداد الطبيعية. الأعداد الطبيعية وين بنشوف الأعداد الطبيعية بحياتنا اليومية؟ طبعا بنشوفها مثل أرقام الباصات، كل باص له رقم، هاي تسمى عدد طبيعي، مثل أرقام الموبايلات مثل رقم تليفون البابا أو الماما، هذا كمان يسمى عدد طبيعي، يسمى عدد طبيعي. بداية رح نبدأ مع الأوتش بصمات لدول سيلار، أي عدد مكون من ثلاث أرقام، عدد مكون من ثلاث أرقام مثل الرقم أوتشيوز اللي بير. هذا عدد مكون من ثلاث أرقام، كل رقم موجود داخل خانة، كل رقم موجود داخل خانة. رح نتعلم بداية أول رقم موجود عندي على اليمين، هذا يسمى بير لار. شو اسمه؟ بير لار، يعني الآحاد باللغة العربية، الآحاد. ثاني خانة موجودة عندي إياها اللي بالنص هي العشرات، أونلار. شو اسمها باللغة التركية؟ أونلار، عشرات. ثالث خانة موجودة عندي هي الأوتش، شو هي؟ اليوزلار، المئات. شو اسمها؟ يوزلار، واسمها باللغة العربية المئات. رح نتعلم كيف بنكتبها مع شو؟ مع الحزم، مع الحزم. مثل السؤال الموجود عندي اياه هون، اعطيني هدول الحزم وقايل لي اكتب العدد يلي بيطلع عندي اياه. طب تعالوا نشوف هون المربعات الفرديه، شايفينها مربع فردي، فمعناتها شو هي؟ وين موجوده؟ بالبير لار. وين موجوده؟ بالبير لار. فاول خانه موجوده عندي هي البير لار، مثل ما اتفقنا الاحار، ما هيك؟ هون كم مربع موجود؟ خمسه، فالبير لار بيش تاني. تمام. طب تعالوا شوفوا ليكو، هي الحزمه مكلم، هي الحزمة مكونة من 10 مربعات، 10 مربعات متراصة، فمن عدن 10 10، ونحن اتفقنا العشرات وين موجودة؟ تاني خانة، يعني أونلار. فمن عد كم عشر عندي؟ وحدة، تنتين، ثلاثة، فالعشرات كم خان، كم حزمة معي إياها؟ 3 حزم. فمعنى شو العدد اللي تشكل معي؟ العدد اللي تشكل معي هو أطوز بيش. شو هو؟ أطوز بش، أطوز بش. تمام. أما هون انتبهوا ليكو، هذا المربع لحاله مثل ما اتفقنا بير لار، كم مربع عندي؟ عندي مربع واحد. طب تعالوا نشوف الأونلار، كم حزمة أونلار معي إياها؟ حزمة واحدة. تمام، يعني واحد. طب تعالوا نشوف ليكو، هذا مربع كبير، طب كم مربع هدول؟ هدول 100 مربع، فوين موجود هو؟ باليوزلار، بالمئات. وين موجود؟ باليوزلار، بالمئات. فكم مية أنا عندي هون؟ وحدة، فتالت خانة موجودة عندي إياها فيها حزمة وحدة، فالعدد اللي تشكل معي يوز أون بير، يوز أون بير، يوز أون بير. تمام. رح نتعلم كيف نقرأ الأعداد من 3 خانات، رح نتعلم كيف نقرأ الأعداد من 3 خانات، مثل الرقم الموجود أنا عندي إياه، نقرأ من اليسار لليمين. انتبهوا، بداية أول رقم يوز سيكسان إكي، يوز سيكسان إكي، كتابته باللغة التركية مثل ما موجودة قدامكم، يوز سيكسان إكي. ثاني رقم موجود عندي إياه يوز كرك إكي، يوز كرك إكي، كمان نقرأ من اليسار لليمين. تمام، تعالوا نشوف هون. طب هون أنا عندي العشرات صفر، شو بدي أقول بدالها؟ خلاص ما بنقول بدالها شيء، يعني هون العدد الموجود عندي إكيوز سيكيز، إكيوز سيكيز، صفر ما بخطى. تمام، هون شو عندي؟ عندي بس المئات، بيش يوز، بيش يوز. تعالوا نشوف العدد اللي بعده، أوتشيوز سيكسان دوكوز، أوتشيوز سيكسان دوكوز. كمان العدد الموجود هون يوز اون اكي، يوز اون اكي. العدد اللي بعده دورت يوز سيكيز، شايفين العشرات ما لفظت لانه صفر. العدد اللي بعده اولت يوز، العدد اللي بعده اولت يوز. تمام، العدد اللي بعده كمان عندي اياه دوكوز يوز دوكسان دوكوز، دوكوز يوز دوكسان دوكوز. واخر رقم موجود عندي اياه اوتش يوز اوتش،
وتشيوز اوتش. تمام، في معلومه هيك صغير رح ناخذها مع بعض، انه هو اصغر عدد اوتش بصمات لي يعني من ثلاث خانات هو مين؟ اليوز انكوتشوك اوتش بصمات لي، انكوتشوك اوتش بصمات لي مين هو؟ اينن اليوز. اما الان بويوك، ان بويوك اوتش بصمات لي، ان بويوك اوتش بصمات لي مين هو؟ تماما مثل ما انك عم تفكر، دوكوز يوز دوكسان، دوكوز دوكوز يوز دوكسان دوكوز. فمنخلي هدول المعلومتين على طول ببالنا، اصغر عدد من ثلاث خانات من هو يوز، واكبر عدد من ثلاث خانات من هو دوكوز يوز دوكسان دوكوز 999. تماما، يلا خلينا نعمل هي مع بعضنا. يلا كم مربع مفرد معنا انا هون؟ ثلاثة. فالآحاد قديش؟ تماما ثلاثة. كم حزمة عشرات معي اياها انا هون؟ تنتين. فقديش العشرات؟ الأونلار اكي. تماما، كم حزمة مئات؟ وحدة. فقديش بدي احط بالمئات؟ واحد بير. تمام، شو الرقم طلع معي؟ يوز يرمي اوتش، يوز يرمي اوتش. يلا تعال نشوف اللي بعده. الآحاد المربعات لحالها قديش بير؟ واحد. العشرات الأونلار كوتش تاني دور تاني آينان يعني أربعة. كم وحدة مئات؟ إكي تاني يعني منحط بالمئات إكي. شو الرقم اللي تشكل معي؟ يلا حاولوا تلفظوا معي. إكيوز كيرك بير، إكيوز كيرك بير. تماما، يلا هلأ شو عطاني؟ عطاني أعداد بدي أكتبها، عطاني أعداد بدي أكتبها. طب تعالوا نتفق على شغلي، أنا رح حل اللي على اليسار وانت راح تحله اللي على اليمين بالبيت. تمام، يلا تعال نحل اللي على اليسار. هون شو عندي انا؟ ما عندي الا واحد بالمئات. تماما يوز، في شيء ثاني انا بقدر الفظه؟ لا. طب يلا تعال نلفظ هاي من اليسار لليمين، يوز اون دوكوز، يوز اون دوكوز. تمام، تعال نكتبها، يوز اون دوكوز. شايفين ما اسهل؟ يلا اللي بعده. هون انا عندي العشرات او الاونلر ما في صفر فما بنلفظها. يلا يوز دوكوز، يوز دوكوز. تماما، يلا الرقم اللي بعده 6 alt. برافو عليكم، 6 alt. يلا اخر رقم موجود عندي اوتش يوز اون، اوتش يوز اون. الآحاد صفر طبعا ما بلفظها، فاوتش يوز اوتش يوز اون، اوتش يوز اون. تماما، يلا مثل ما اتفقنا هدول رح نعملهم نحن لحالنا ونتاكد انه فهمنا الشيء اللي عم ناخذه. يلا هلا عكس لي اياها، اعطاني اياها هو باللغه التركيه وانا بدي اكتب الرقم. يلا اوتش يوز قديش في بالمئات؟ اوتش، فبنكتب بالمئات اوتش يوز. تمام، دوكسان، دوكسان من هو؟ التسعين يعني تسعة بالعشرات بالأونلار دوكوز. تمام، بالآحاد قديش معي؟ بيش يعني بالآحاد بيش. شو طلع معي الرقم؟ وتشيوز دوكسان بيش. يلا اللي بعده كيرك إكي، كيرك إكي. شوكولايدر يوز يتمش سكيز، يوز أي واحد يتمش سكيز، يوز يتمش سكيز. تمام، الرقم اللي بعده اكيوز دورت، اكيوز. شوف العشرات لافظ انا فيها شيء؟ ما لافظ فيها شيء، فبحط فيها صفر. دورت الاحد قديش فيها؟ دورت. التيوز دورت، التيوز العشرات فيها شيء او الاونلاير؟ صفر، ومنحط دورت عينا نويلة. تمام، كمان هدول لكم بيتموا وظيفي، كمان هدول بيتموا وظيفي. يلا تعال نحل هدول. يلا رح نحل اول تنتين وتاني تنتين رح يتموا معكم وظيفة نحلهم بالبيت، رح نحلهم بالبيت. يلا تعال نشوف الآحاد كم مربع منفرد لحالهم؟ ثلاثة. يلا تعال نحط اوتش تاني بيرليكتا. تمام، بالأونلار كم حزمة عندي؟ عندي حزمة واحدة فالأونلار بير. طب اليوزلار كم حزمة عندي؟ شوفوا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، يعني يدي تاني، يدي تاني. او زمان بنم سايلرم يدي يوز اون اوتش، يدي يوز اون اوتش اوتش. اينن اويلت.
تمام، يلا تعال نحل السؤال اللي بعده. راح نوقف الفيديو ثانيتين نحاول نحل لحالنا، بعدها نتأكد من حلنا مع بعض. يلا يلا يا طلاب الحلوين، بما أنه شغلت الفيديو تعال نتأكد من حلنا. كم مربع بالآحاد لحال المنفصلات؟ إكي تاني آينا نويلة بيرليك إكي. تمام، الأونلر كم حزمة عشرات معي؟ بير إكي أوتش دور بيش آلت. او زمان اونلر آلت. تمام، كم حزمة مئات؟ كم حزمة يوزلر؟ بير تان او زمان يوزلر بير يزلر. تمام، هادي بقلن بو سايب نتشكت يوز آتمش إكي. يوز آتمش إكي آنا نويله. تمام، السؤال بعده راح يكون عندكم. تمام، تعال نشوف السؤال بعده. عم يقول لي أشادك سايلر أورنيكتك جيبي أباكوس أزاريندا جوسترينز. أباكوس أزاريندا جوسترينز. تمام، تعال نشوف لكم. هاد شيء كانوا يستخدموه أهل قديم، يعني مثل آل الحاسب الحديث حاليا موجودة عندنا بالجوالات، هون كانوا يستخدموه أهل قديم. العمود اللي على اليمين بيمثل لي البير لار، والعمود اللي بالنص بيمثل لي الاون لار، والعمود اللي على اليسار بيمثل لي اليوز لار. تعالوا نشوف الرقم الموجود عندي اياه هون بالبير لار. كم حلقة عندي؟ 1 2 3 4 5 6 تاني الت تاني. تمام، يلا كم وحدة بالاون لار بالعشرات؟ بير اكي اوتش دور دور تاني اينا نويلة. كم وحدة بالمئات؟ بير إكي أوتش دور بيش ألت يدي سكيز ثاني أين نويلة سكيز يزجم. أو زمان بنم سايلارم سكيز يوز كرك ألت. سكيز يوز كرك ألت بالعربي 846 846. تعال نشوف الأورنيك الموجود عندي يا هون كمان نفس الشكل. يلا هون بالآحاد قديش؟ ألت. يلا كم حلقة راح أرسم؟ حلقة 2 3 4 5 6 أين أويلة. يلا بالعشرات بالأونلر كم وحدة عندي؟ صفر، راح خليها شو؟ فاضي تماما. يلا باليوزلر كوتش تاني بار ألت تاني. يلا بير إكي أوتش دور بيش ألت. فبهالشكل أنا رسمت الحلقات مثل ما نكاتب للرقم، رسمت الحلقات مثل ما نكاتب الرقم. يلا تعالوا نشوف هون بالبير لار كم عندي؟ صفر تماما، راح خليها شبه فاضي. يلا تعالوا نشوف الاون لوك العشرات قديش في عندي؟ 8. فكم حلقه راح اكتب؟ 8. يلا 3 4 5 6 7 8 سكيز ثاني تماما من حلقات. يلا المئات خمسة تماما، 1 2 3 4 5. وهيك بكون حليت السؤال مثل ما بده الكتاب. تمام، يلا هذا التمرين رح يكون معكم وظيفي، انتو بتحلو. هلا هون السؤال الخامس عم يقول لي الشايلة بقص إلى فيريلان اتش بصمات لدول سايلارة بي اكونش لارن اورنيك تاكي جيبي يزنص. يعني هلا مثل ما انه حاطط للحلقات هو انا بدي اكتب الرقم واكتبه باللغه التركيه، مثل هون حاطط له بالاحد قديش؟ اكي تاني اي 2 بالعشرات وتش تاني اي 3 بالمئات اليوز لوك كوتش تاني دورت تاني. فكتبنا 4. شو الرقم طلع معي؟ دورت يوز اوتوز اكي دورت يوز اوتوز اكي. يلا تعال نشوف هون بالبير لا كوتش تاني فار اينن بيش تاني بالأونلر كاتش تاني فار دورت تاني باليوز لار كاتش تاني فار اوتش تاني. شو الرقم اللي تشكل معي؟ اوتش يوز كرك بيش اينن اوتش يوز كرك بيش. تمام، يلا تعال نشوف اللي بعده بالبيرليك قديش معي؟ بير كي اوتش دورت بيش الت يدي. تمام، هاي البيرليك يدي كم وحده معي بالعشرات؟ 1 2 3 4 5 بيش تاني أينن. يلا بالمئات 1 2 3 4 5 6 ألت تاني. تمام، يلا تعال نكتب الرقم ألت يوز اللي يدي ألت يوز ألت يوز اللي يدي. تمام، يلا
الثلاث أسئلة اللي بعدهم راح يكونوا وظيفة لإلكم، مثل ما عملت بالأسئلة فوق راح تعملوا أنتم بالأسئلة تحت. يلا يا حلوين، راح ننتقل لهم. انتبهوا على السؤال الموجود بعدين، عم يقول لي أشاضة كبيري لان لاري غوري ساي لاري في ساي لاريني أكون شو لارين يا زنز، يعني بدي أكتب الأرقام وبدي أكتب كيف كتابتها باللغة التركية وقراءتها. يلا هاتوا نشوف. قال أين هون بالبيرليك قديش؟ إكي. هي كتبنا إكي. بالأونلوك قديش؟ ألتر. هي ألتر. باليوزلوك يعني المئات قديش عندي؟ دورت. أربعة. يلا شو الرقم اللي متشكل معي؟ دورت يوز أوت مش إكي أينان دورت يوز ألت مش إكي تماما. يلا تعال نشوف الرقم اللي بعده. قال شو بالمئات؟ ثلاثة. فينا نكتب من اليمين لليسار أو من اليسار لليمين، ما بتفرق معنا. يلا بالأونلار دوكوز، يلا هاي دوكوز. بالآحاد بالبيرليك قديش عندي؟ ألت. شو الرقم المشكل معي؟ رابع يا حلوين. أوتشيوز أوتشيوز دوكسان ألت تماما. يلا آخر سؤال رح له أنا واللي بيبقوا لإلكم. يلا قال بالمئات في عندي 8، وبالعشرات في عندي 0، وبالآحاد في عندي 0. طب شو الرقم اللي تشكل أنا معي إياه هون؟ تماما سكيز يوز سكيز يوز تماما، هذا الرقم اللي تشكل معي. هلا رح أغير لكم اللون يا حلوين مشان نكون شوي هيك، اما نغير بهالشغلات المعنيه. تمام يلا اخر سؤالين معنياهم هدول بنحلهم بالبيت لحالنا، بنحلهم بالبيت لحالنا. يلا هلا رح نفوت لهون. اعطيني اطفال وقايل ارقام تبعيت المدرسه، وانا بدي اكتب شو هي الارقام. يلا يا حلوين مع بعض، من هن هدول الأطفال؟ آلياز جيمبي آليانن وكل ممر لاري بصمك لارينا غوري أشادا فيريل فيريل مشتر فيريلان بالجلاري غوري وكل ممر لارينا طابلو يا يزنز. يلا تعالوا نكتب لنا نشوف. قال بالأونلوك، هي أول بنت موجودة عندنا بالأونلوك عندها 4. باليوزلوك شو عندها؟ 7. طب يلا نحن اتفقنا اول وحده احاد، ثاني وحده عشرات، ثالث وحده مئات. هاي الاون لوك. قال بالعشرات قديش؟ 4. طب باليوز لوك بالمئات قديش؟ 7. يلا هي 7 بالمئات. قال بالبيرليكتا قديش؟ اوتش. شو الرقم المتشكل معي؟ اينا والى يدي يوز كرك اوتش، يدي يوز كرك اوتش. يلا تعالوا نشوف الصب اللي بعده. ليش عم يعملوا لي اياهم هيك مخربطين؟ لان هني ما بيعرفوا يعدوا الارقام، اما انتم هلا صرتوا تعرفوا، صرتوا تعرفوا تقراوا الارقام، صرتوا تعرفوا انه اليوز لار اول شيء، بعد الاون لار، بعد البير لار، اما من اليمين لليسار بدايه بير لار اون لار يوز لار. يلا تعالوا ندور وين البير لار. هاي البير لار وين؟ 8. تعالوا نكتبها هي 8. وين الاون لار؟ هاي 6. يلا شوفوا ليك اليوز لار قديش؟ إكي. شو الرقم صار معي؟ إكي يوز أوت مش سكيز، إكي يوز أوت مش سكيز. يلا تعالوا نشوف جيمين. جيمين قال وين البيرلار تبعه؟ ما في بيرلار، شو بنحط معناته بداله؟ 0 تماما. يلا تعالوا نشوف الأونلار، وين الأونلار؟ دوكوز 9، هي 9. يلا واليوز لار 1، فشو الرقم اللي صار معي؟ يوز دوكسان، يوز دوكسان. هذه بقلم أليانن سيزن أوديفن، أليانن سيزن أوديفن. إن سون سروب بودر سميز ده عم يقول عندي أشادة بريلان رقم لاري برار كز كل نرك إن بيوك بي إن كوتشوك وش بصمات لصي لاري ولوش ترونوس. انتبهوا يا حلوين، هلأ رح نتعلم شغلي. وقت اللي بيقول لي إن بيوك صي إن بيوك صي، منرتب الأرقام منين لوين؟ من الكبير للصغير. منين؟ من الكبير للصغير، يعني بيوكتان كوتشوغا بيوكتان كوتشوغا. اما وقت اللي بقول الان كوتشوك، برتب من الصغير للكبير. منين؟ من الصغير للكبير. كوتشوكتان بيوغا كوتشوكتان بيوغا. يلا تعالوا نشوف هون
ان بيقصى يكمدر اكبر رقم ممكن شكله من هالثلاث ارقام من هو تعال نشوف يلا المئات لازم يكون فيه اكبر رقم من اكبر رقم الثلاثه ولا الخمسه ولا السته طبعا السته هي سته طب يلا العشرات مين هو مين بيجي بعد السته خمسه تماما طب يلا والاحد لازم يكون اصغر رقم من اصغر رقم الثلاثه فاكبر رقم من هالثلاث ارقام هو التيوز اللي اوتش طب تعالوا نشوف الانكود شو قصير انكود شو قصير من رتب من الصغير للكبير يلا راح نحط بالمئات اصغر رقم مين اصغر رقم عندي اياه اوتش تماما مين بيجي بعده باش واخر رقم التر فانكود شو قصير كم دير اوتشيوز اللي التر اوتشيوز اللي التر يلا يا حلوين هذا الرقم راح نعمله سوا ام بيقصير راح نرتب من الكبير للصغير يلا مين اكبر رقم تمام يا حلوين 8 مين بيجي بعده الأربعة وآخر رقم واحد معناته الام بيقصي سكيزيوس كربير سكيزيوس كربير يلا تعال نشوف اصغر رقم راح نرتب من الصغير للكبير يلا هات لنشوف فين الصغير الواحد مين بيجي بعده أربعة وآخر رقم 8 معناته الام بيقصي يوسكر سكيز اصغر رقم يوسكر سكيز 148 اخر وحده موجوده عندنا راح نحلها لحالنا ونقارنها بالشيء اللي حليناه من قبل ولهون بيكون هيك خلص اول درس لنا مع ماده الرياضيات للصف الثالث نلتقي في الدرس القادم باذن الله